وقفت 18 يوم قبل اخر نهار من ما اقدم فحوصاتي بالجامعه. عن نهار واحد كنت تخرجت، بعد 18 يوم ظهرت وكنت يأسان. ضيعوا لي سنة من حياتي لأن نظام العدالة بلبنان بطيء. والسؤال اللي كان دايما عم بيجي على راسي، مين استفاد من توقيفي؟ أنا ما استفدت، لأن رجعت دخن حتى طفي هالأفكار البشعة اللي براسي. Thank you.